اهلا بكم. لو شفنا ثعبان اكيد حنخاف وحنتعامل معاه وحنقتله، حاجه طبيعيه. اي واحد بيشوف ثعبان او اي حاجه فيها خطوره بالنسبه له حيتعامل معاه وحيقتلها. لكن هل المطلوب او المفروض انه نقتل وخلاص؟ يعني قتلنا ثعبان كان بيهددنا او سبب خطوره بالنسبه لنا، هل المفروض انه ندور على الثعابين كلها ونقتلها وننهيها من على وجه الارض؟ هل الطبيعي انه نقتل وخلاص، نقتل لمجرد القتل؟ لو اتأملنا في حياتنا وفي تعاملنا مع البيئه اللي احنا عايشين فيها حنلاقي اشياء كثير جدا بنسويها ما لها اي معنى، ما لها اي داعي. خلونا في الثعابين. الثعابين ثعبان عمره 10 15 20 سنة، يجي واحد يصطاده عشان يبيعه ب$10 $20 $50، تاخده شركة من الشركات الخاصة بالموضة، يسوي منه شنطة ولا جاكيت ولا جزمة، يبيعوه بآلاف الدولارات عشان واحدة أو واحد يلبسه شهر شهرين ثلاثة وفي الآخر بيترمي. إيش الفرق بينه وبين الجلد الصناعي؟ ليش لازم نلبس حاجة أساسا طبيعية؟ ليه؟ هل لو لبسنا حاجة من جلد الثعبان الحقيقي حنرضي غرورنا؟ حاجات كثير بنسويها بناء على الحكاية هذه. في ناس بتصطاد الثعابين بتاكل لحومها ما في مشكلة، لكن لما نسوي مطعم مخصوص للحوم الثعابين، شوربة خاصة بالثعابين، مش عارف ايش خاصة بالثعابين، نقتل الثعابين عشان ناخد فقط الانياب اللي موجودة فيها عشان نستخدمها في العلاج الشعبي، عشان ناخد العظام تبعها ونطحنها ونسوي منها مكونات شعبية، اعتقد كلام محتاج انه نوقف عنده. بنقتل ثعابين، بنقتل حيوانات لمجرد القتل. هذه مشكلة كبيرة لازم نوقف فيها، لازم نفكر فيها. لو كان ربنا خلقها عشان نقتلها، ليش ربنا خلقها أساسا؟ ربنا ما خلق شيء على وجه الأرض عبث، خلقه لحكمة، خلقه لسبب. أكبر سبب إنه يكون في توازن في البيئة، وتكلمنا عن الحكاية هذه. لكن لما نقتل لازم نقتل بحساب، لازم نفكر، لازم ما نسوي نوع من الخلل. يعني الثعابين مثلا بتقضي على الفئران، لو قضينا على الثعابين الفئران حتزيد، صار عندنا مشكلة. في ناس بتقتل الثعابين عشان ياخذوا مجرد قطرات الدم اللي موجودة فيها، بيحطوها مع المشروبات، بيشربوها، بيشربوها للعساكر للجنود، مجرد اعتقادات، مجرد أشياء ما لها أي معنى، ما لها أي صحة. ناس بتقتل الثعابين عشان ياخذ قطعة من الجلد يحطها عنده في المحفظة على أساس أنها تجيب له الرزق ولا تجيب له الخير. كلام محتاج لوقفة، ووقفة فعلية، محتاجين نوقف، لأنه احنا بنتعامل مع بيئة احنا عايشين فيها. البيئة هذه المفروض أن نحافظ عليها، نحافظ على كل شيء موجود فيها. الحاجات اللي تضرنا، اللي في تهديد بالنسبة لنا، هذه ممكن نتخلص منها، ما عندنا أي مشكلة. لكن أنه نقتل لمجرد القتل، أي حاجة نشوفها ننهيها، ما أعتقد أنه ربنا أمر بكده، ولا أعتقد أنه ربنا خلقها عشان كده. كل شيء له سبب، كل شيء له حكمة في وجوده. لازم نحافظ على السبب هذا، ولازم نحافظ على الحكمة هذه، سواء عرفناها أو ما عرفناها. أتمنى لكم السلامة، شكرا. أعزائي متابعين اليوتيوب، لو عجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.